من جديد مرحبا بكل مستمعينا فينما كنتم، مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم. اكيد مسابقه ديالنا غنبداوها من خلال ايضا تذكيركم برقمنا الواتساب اللي هو 07 02 02 40 40. على شديف اليوم ايديال، وكيف ديما كتهديك الجديد اللي يعاونك ويسهل عليك طيابك. شوربه جديده مكون صحي، شوربه شوفان على جوج اشكال، شوفان بالقرفه والشوفان بسبع بذور، ممتاز للفطور الكوتي والعشاء، سهلة وسريعة. حضريها في بيتك وبتاكري في تزيينها، فواكه جافة أو غيرها. شاركيها معنا في الصور مرفقة بمنتوج إيديال عبر الواتساب على الرقم 07 02 02 40 40 من خلال برنامج شادة الأسرة وفقرة مطبخ إيديال، وفوزي كل يوم بأجهزة إلكترونية رائعة. إيديال، مع الأمهات للحياة. مع فقرة مطبخ إيديال، حضري معنا شوربة شوفان إيديال جديدة وشاركينا طريقتك في تقديمها وتزيينها. بعتي لنا صورة مرفوقة بمنتوج إيديال شوربة شوفان عبر الواتساب على الرقم 07 02 02 40 40 وفوزي كل يوم بأجهزة إلكترونية رائعة. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكل السيدات اللي كيشاركوا معنا ايضا من خلال المسابقه ديالنا على رقمنا الواتساب اللي هو 07 02 02 40 40. كتبعثوا لنا الوصفه ديالكم، الشوربه ديالكم ديال الشوفان، وكتقول لنا اش من وحده درتو، بالاضافه ان الصوره ديال الوصفه خاص يكون معها الصوره ديال المنتوج ديال ايديال الصحيح، هكذا مع الاسم ديالكم بالكامل. الله يعطيكم الخير. الطريقه ديال اولا المقادير ديالكم كتكتبوا البعض منها على شله، الاسم ديالكم بالكامل والمدينه منين نتوما. غنفتح قوس بسيط، بزاف ديال السيدات كيقول لي اول مشاركه. راه كاين سيدات اللي يلا ربحوا معنا في المسابقه اللي فاتت، تقول لي اول مشاركه ماشي المسابقه، خاص تكون اول مشاركه انكم عمركم ربحتوا، هذه اللي كتسمى فعلا اول مشاركه. اما الى الشخص بارك الله ديجا ربح معايا جائزه كبرى او الجوائز اللي كانوا يلا في المسابقه اللي فاتت، راه داك تبارك الله راه وليتي من العائله يعني ماشي اول مشاركه ليكم. حنا كنتكلموا على اول مشاركه بالنسبه للناس اللي كتكتبها، خاص فعلا تكون قولا وفعلا اول مشاركه ان الشخص معمرو ديجا معمرو ربح معنا. ودائما حنا كنتمنوا الحظ ان شاء الله للجميع، وانا ديما كنقولها زوين اننا نربحوا كاملين، زوين ان كل واحد يتذوق طعم ديال الفوز. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم، اكيد مرحبا باش انكم تشاركوا معنا اليوم. غنمشيو مدينه مراكش. السلام عليكم. وعليكم السلام لجميله، لاباس عليك؟ امورك هانيه؟ لاباس، تبارك فيك ربي يخليك على خاطرك. لا شرفينا بالاسم ديالك بالكامل عافاك. الاسم ديالي رقية برقاش من جيت مراكش. مرحبا. اذا رقية، درتي وصفة ديالك، الشوربة ديالك، غتقول لنا الشوربة ديالك اشنو درتي واش من منتوج اختاريتي؟ بالنسبة للمنتوج خديت شوربة ديال الشوفان ديال سبع بودور ديال ايديال. بالنسبة للمقادير خديت نصف طلة بيضة مشلضة مربعات، شحرتها مع شوية ديال الزيت الزيتون، وزدت عليها قمرون وخليت واحد جوج ديال قمرونات باش نزوق بهم. خديت عزت عليها زيت الكيس ديال ايديا ديال الشوفان ديال سبع بودور، فيه 750 مليلتر ديال الماء مع 250 مليلتر ديال الحليب، وبقيت نحركهم حتى غلاو ليا. من موراها من غلات، من موراها خليتها واحد 5 دقائق على النار، نار مهيله، وانا تنحرك مره صافي. ومنين قدمتها بهذوك القمرونات اللي خليت جوج صوتيتهم في واحد المقله مع شويه ديال الزبده والملح والابزار، صافي وزينتهم بهذيك الطريقه. وبالصحه والراحه. رقيه الباتور او الطراب، بالصحه والراحه لك، وشكرا جزيلا. وشكر موصول ايضا لكل المستمعات والمستمعين، مرحبا دائما بحداكتكم، مرحبا بانكم تشاركوا معنا في المسابقه ديالنا. تعبنا تبارك الله كيف رشيده الباح وكيف رقيه اليوم، الوصفه مع المنتوج اللي استعملوا فيها، وايضا الاسم ديالهم بالكامل والمدينه منين هما. دائما ملي تنتكلموا على الناس اللي كيشاركوا معنا دائما نخليو فرصه الناس، اكيد كاين واحد الوقت اللي خاصنا ما نكونوش فايتينو باش هكذا تكون المشاركه ديالكم صحيحه. ونفتح قوس عاود الناس الجوائز ديالهم، راه كيترسل لكم واحد الميساج باش انكم تجيو تسلموا الجوائز ديالكم، خاصه الناس اللي كاينين هنا في مدينه الدار البيضاء والمدن القريبه، علاش ما كتجيوش؟ اولا كاين الناس اللي فعلا ما جاوبوش على الميساج ديال السيده، فرجاء رجاء هذاك هو الحاجه الوحيده ديال التواصل. لان يعني تقريبا الاسبوع الماجي صافي انا ما يمكنش ليا، ما يبقاوش عندي باش انني
نعاودوا نتواصلوا باش انكم تجيو الهدايا ديالكم. غيبقى واحد الوقت محدد اللي خاصكم تجيو فيه باش هكذا حتى شي واحد ما يتعطل على الجائزه ديالو. اكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم. الناس اللي كيطلب منهم العنوان ايضا يعطوا العناوين ديالهم مضبوطه رجاء. ما بقاوش نسولوا نجاوبوا نسولوا نجاوبوا سؤال جواب باش هكذا تكون ان شاء الله الاجابه شافيه وكافيه. واكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم خلال رقمنا الواتساب باش انكم تشاركوا معنا. وغدا ان شاء الله نتعرفوا على فائزه اخرى من خلال التواصل ديالكم على رقم الواتساب اللي هو 07 02 02 40 40 على شدي فهم. وانتي فايت ليك جربتي شوربة جديدة وصحية ديال شوفان إيديال؟ حضريها معنا وشاركينا طريقتك في تقديمها وتزيينها عبر الواتساب على الرقم 07 02 02 40 40 وفوزي كل يوم بأجهزة إلكترونية رائعة.